دكتور منار بونجور، صباح الهنا على حضرتك. وكالعاده محتاجين كده تغطيه عن حاله الطقس، وكمان نطمن الناس تحديدا عن النقطه اللي كنت بتكلم فيها عن فكره الشبوره المائيه. اتفضلي يا دكتور. صباح الفل على حضرتك استاذ انا هاند واستاذ كريم كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره منذ نهايه الاسبوع الماضي، وده مكمل معانا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. استمرار ارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار تحديدا تعتبر درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 الى 4 درجات، لان احنا بيسيطر علينا مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا. المرتفع ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه. مصادر الكتل الهوائيه اغلبها قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. انا عايزه اقول لك حاجه دكتور منار، ما عفوا يعني هنا منع لقطع كلامك، بس يعني بما حضرتك بتتكلمي عن الارتفاع، امبارح الناس كانت لابسه نص كم، يعني انا بعد الهوا رحت اخذت كوفي مع احد يعني واحده صاحبتي، فالناس لابسه نص كم. انا حضرتك متخيله ان احنا في شهر واحد ومفروض ده عز الشتاء في العالم كله واحنا لابسين نص كم، فيعني اتفضلي يا دكتور. بالفعل في ارتفاعات في درجات الحراره، خاصه فتره الظهيره ووقت الظهيره، ده بيبقى فيه احساسنا بارتفاع درجات الحراره عالي بسبب زياده فترات سطوع اشعه الشمس. لكن احنا ناكد ان فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بنبدا نحس بالبروده وانخفاض درجات الحراره والاجواء الشتويه، لان فترات الليل المتاخر والصباح الباكر الصغرى فتره الليل بتوصل ل 10 و11 درجه مئويه على القاهره الكبرى، ففي فرق حوالي 10 ل 12 درجه مئويه بين فتره النهار وفتره الليل. تغيير نوعيه الملابس في الوقت ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، او دايما احنا نبقى واخدين بالنا ان احنا فتره الليل هيكون فيها انخفاض ملحوظ في درجه الحراره، لازم يبقى معانا جاكيت من ترتدي ملابس شويه ثقيله. فترات النهار ما يحبسش خالص ملابس طبعا صيفيه، لكن احنا بنقول ان في ارتفاع في درجات الحراره لازم نحافظ على ارتداء الملابس. طيب دكتور منار، هنا بنتكلم عن الارتفاع ده هيبقى لمده كام يوم جاي؟ يعني احنا شفناه او شاهدناه امبارح، عندنا النهارده، عندنا كمان بكره، ولا قد ايه؟ لحد نهايه الاسبوع ان شاء الله مكمل اصلا معانا ارتفاع درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 21 و22 درجه مئويه فتره النهار، والانخفاض فترات الليل هيكمل برضه معانا. فاحنا ناخد بالنا من فتره النهار وفتره الليل، مع خلينا عارفين ان في فتره الليل انخفاض في الحراره عشان بس نتجنب نزلات البرد. كمان الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال الايام القادمه، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي ممكن تبقى كثيفه احيانا خاصه في الطرق القريبه من المسطحات المائيه، فمهم جدا ناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه، بتختلف طبعا من يوم ليوم. ومعاد تكون الشبوره المائيه بيكون في ساعات الليل المتاخر تقريبا الساعه 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. فاحنا مهم بفتره الصباح الباكر تكون القياده بالقدام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، كمان نتابع النشره الجويه عشان نعرف كل يوم كثافه الشبوره المائيه موجوده فين، على انهي طريق مؤدي لانهي منطقه، عشان ناخد بالنا من الشبوره المائيه خلال فتره الصباح الباكر، لان زي ما بنقول هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال نهايه الاسبوع ان شاء الله. رائع جدا، تغطية أكثر من رائعة كالعادة دكتور منار، من حضرتك شكرا ليكي جدا.